السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مورو نيوز. تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلة مؤخرا من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تنظمها فرقة الأبحاث بالطريق الوطنية في اتجاه مدينة العرائش، بعد أن أثارت شكوكها سيارة من نوع فيات على متنها 4 أشخاص ينحدرون من مولاي بوسلهام والقصر الكبير. وحسب ما توصلنا به من مصدرنا فإن مصالح الأمن قامت بتفتيش الموقوفين وعثرت بحوزتهم على مبلغ 15 مليون سنتيم. تبين بعد الأبحاث المعمقة أنه حصيلة مبالغ مالية مسلمة لهم من قبل مجموعة من الأشخاص بهدف الهجرة إلى الديار الإسبانية انطلاقا من شواطئ أصيلة. وأضاف المصدر ذاته بأن حملة تمشيط بأرجاء المدينة جرت بعد إيقاف الأربعة مكنت من إلقاء القبض على 28 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من مدن العرائش بني ملال سوق الأربعاء القصر الكبير ومولاي بوسلهام، كانوا قد سلموا مبالغ متفاوتة إلى المنظمين الأربعة. وأكد ذات المصدر بأن الموقوفين وبعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة السرية. شكرا على حسن المتابعة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم أحبتي.